الإمام أحمد بن حنبل رابع أئمة الفقه عند المسلمين، ولد في بغداد سنة 164 هجرية، واشتهر بالفقه وعلم الحديث. ألف كتاب المسند، وهو من أشهر كتب الأحاديث النبوية. قال عنه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما تركت فيها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. أبي، أما زلت مستيقظاً حتى الآن؟ أرهقني كثيراً يا بني. من هو؟ حديث نبوي، أبحث عن صحة سنده. وهل وجدته؟ أفكر في السفر إلى الشام، أعتقد أن عالماً هناك يمكن أن يفيدني في هذا الأمر. تسافر من بغداد إلى الشام من أجل حديث نبوي واحد؟ العلم يا صالح يستحق منا أن نبذل فيه كل وقتنا ومالنا وجهدنا، هكذا فعل العلماء من قبلنا، ولولاهم ما تعلمنا أمور ديننا. ولكنها رحلة طويلة ومرهقة. أدعو الله أن يعينني عليها. وسافر الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى الشام أياماً طويلة من التعب والجوع والعطش، بحثاً عن السند الصحيح لحديث نبوي واحد. أخيراً وصل ابن حنبل إلى الشام ليلاً ولا أحد يعرفه فيها. كان ابن حنبل مشهوراً جداً باسمه، ولكن لا أحد في الشام يعرف شكله. نزل عن دابته مرهقاً وجائعاً ولا يعرف أين سيبيت ليلته. الله أكبر! الله أكبر! اللهم دبر لي أمر مقامي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وفقني في مهمتي، وأعدني إلى بلدي سالما غانما. يا هذا، أنت يا هذا؟ نعم. قم سريعاً، هذا المسجد للصلاة وليس للنوم. ولكني غريب عن المدينة، عابر سبيل كما يقولون. وأنا خادم المسجد، وأمرت ألا أسمح لأحد بالنوم فيه. يا أخي، إنها سويعات قليلة ثم يؤذن للفجر، فأصلي وأذهب لأواصل رحلتي. قلت لك النوم ممنوع في المسجد. يا بني، أنا ضيف الله وهذا بيت الله، وأنا لدي أوامر ولا بد أن أنفذها. إذن فأين أبيت ليلتي؟ هذا ليس شأني. هيا أخرج، أخرج بسرعة قبل أن أستدعي لك الحراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. استحى الإمام أن يخبر خادم المسجد بشخصيته، لم يكن له إني أنا الإمام الشهير أحمد بن حنبل، خشي أن يتهم بالتكبر والاستعلاء، وهذه شيم الكبار من العلماء. تفضل بالخروج. على رسلك يا بني، أنا في عمر والدك. والدي ليس مجادلاً مثلك. أرهقتني وأضعت وقتي. سالم، ما لك تصيح غاضباً هكذا؟ هذا الرجل أصر على المبيت في المسجد، يدعي أنه غريب وليس له مكان يبيت فيه. أهكذا يا سالم نعامل ضيوفنا؟ المسجد ليس بيتي لأستضيف فيه أحداً، خذه أنت إلى بيتك إن شئت.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تؤاخذه بما فعل. سبحان الله، أتدعو له بعد كل ما فعله معك؟ هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقومه رغم ظلمهم له، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يبدو أنك رجل صالح، من أين جئتنا؟ من بغداد. وليس لك أحد في الشام؟ لي الله وحده. ونعم بالله، تعال معي، ستبيت الليلة في داري. في دارك؟ نعم، سأعمل بنصيحة خادم المسجد. أنت ضيفنا، وواجب على المضيف إكرام ضيفه. الخباز الطيب أخذ الإمام أحمد إلى داره، ولم يكن يعلم أنه هو الإمام الشهير أحمد بن حنبل. العشاء يا ضيفي العزيز. كل هذا الطعام؟ إنه قليل وبسيط، بعض اللبن والجبن والعسل مع الخبز الذي أصنعه بنفسي في مخبزي. بارك الله لك في منزلك ومخبزك، هل تعيش هنا بمفردك؟ نعم، منذ تزوجت ابنتي وسافرت مع زوجها، ثم ماتت زوجتي وتركتني وحيداً. رحمها الله. أعددت لك الغرفة الداخلية للنوم، وإذا أردت شيئاً فعليك أن توقظني فوراً. ولكنك حتى الآن لم تسألني من أنا، ولا لماذا جئت إلى هنا. هكذا علمنا ديننا الإسلام الحنيف، نكرم الضيف ولا نسأله حتى 3 أيام من إقامته عندنا. يبدو أنك على علم بشؤون دينك. أجتهد في تحصيل العلم قدر ما أستطيع، أعرف أن طلب العلم فريضة عين على كل مسلم، وأؤديها مثل بقية الفرائض من صلاة وزكاة وصوم. أكثر الله من أمثالك، وتقبل منك طاعتك وعبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم ارحم زوجتي وبارك لي في ابنتي. أستغفر الله العظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي، ولا إلى النار مردي. أستغفر الله العظيم. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعلهم الوارث مني. لماذا أستغفر قبل كل دعاء؟ غفر الله لك يا أخي. ضيفي العزيز، هل أزعجك صوتي وأيقظك من النوم؟ لا والله، كان صوتك عذبا جميلا وأنت تتلو القرآن، ولكني أريد أن أسألك، لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعوه؟ أعمل بمبدأ التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية؟ نعم، أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء. فكرة جميلة.